فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في هذا الوقت فتح الباب على مصراعيه فتعددت الجمعة في الحارة الواحدة والمساجد متقاربة مع عدم امتلائها، يقول: ما التوجيه في ذلك؟ وهل يعد هذا أمرا مشروعا؟ ليس كذلك، ليس كما ذكر السائل. الجمعة الآن ما تقام إلا بإذن من دار الإفتاء، صدور فتوى من دار الإفتاء، ودار الإفتاء تتأكد من الشروط، واضعة شروط لتعدد الجمعة. فلا تقام جمعة إلا بعد إذن دار الإفتاء، ودار الإفتاء لا بد أن تتأكد من شروط فتح الجمعة في هذا المسجد. نعم، فالمسألة مضبوطة، ما هي كل بهواء. نعم.